السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الأجزاء ديالنا المختصة في المرخى الشامل لمادة الرياضيات بالنسبة لنا ديال بي سي اس بي تي على القناة ديالنا في اليوتيوب إكزو ماروك. سي بيان ألوغ اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا التكامل الجزء الثامن. ألوغ نتمنى أن الجزء الأول والجزء السابع ضبطوه. الجزء الأول والجزء السابع شنو فيه؟ فيه الدالة، يعني خدمنا جميع الحاجات الممكنة أنها تحط في الامتحان الوطني كاينة في الجزء الأول والجزء السابع بالنسبة للدالة. صافي، يعني كما قلت لكم خاصكم تضبطوا جميع القواعد اللي عطيتكم من الجزء الأول والجزء السابع سي بيان، وتحاولوا تخدموا الامتحانات الوطنية من 2003 ل 2007 ولكن تخدموهم بوحدكم، يعني ماشي تقلب في اليوتيوب قد تفرج لي في لا فيديوهات، لا تيليشارجي بي دي اف وخدم. الى حصلتي كتيليشارجي بي دي اف تصحيح كتشوفو اكسيتيرا. صافي صافي الشباب، نقولوا احتمالا حصلتي، وهذا احتمال صغير بزاف الا شتي تصحيح وزدتي حصلتي، يمكن لك انك تشوف في اليوتيوب تشوف كيفاش انه خدم لك هذاك التمرين اكسيتيرا. صافي الشباب، الوغ دابا ان شاء الله غادي نشوفو الجزء الثامن من الاشياء البسيطه اللي غتستضفها في الحياه ديالك، ولا بمعنى اخر من الاشياء الممتعه اللي كتخدمها، يعني التكامل. شو معايا مزيان في التكامل في البكالوريا؟ عندك جوج حاجات بصاب. التكامل في البكالوريا كاين جوج حاجات، كاين التكامل المباشر والتكامل بالاجزاء، يعني التكامل بار بارسي. صافي الشباب، الا ضبطتيهم اي تمرين غتخدمو. صافي شي سامبلومون، ركز معايا. غادي نبداو بالتكامل المباشر. نعرفوا بعدا التكامل، شكون هو التكامل؟ التكامل هو عكس الاشتقاق هكاك، يعني هاد باش انا نحسبوا التكامل خاص نعرفوا سيكونسال بريميتيف، يعني الداله الاصليه هكاك. يعني الا قلنا التكامل نفهم لكم التكامل ديال كارونزولو كيكونوا دي دو اكس وكيكونوا لي بورن، يعني من ا بي. صافي، ديال الدالة اف دو اكس. اشنو كتساوي التكامل ديال الدالة اف دو اكس؟ خاصك تجبد اول مرحلة، خاصك تجبد لا بريميتيف، يعني الدالة الاصلية ديال اف دو اكس. ها هي كتجبد الدالة الاصلية ديال اف دو اكس، ها هي كارونزولو اف دو اكس كبيرة، يعني الدالة الاصلية ديالها. شكون هي الدالة الاصلية ديالها؟ الدالة الاصلية ديالها يعني الا اشتقيتي هادي، هاد اف كبيرة الا اشتقيتيها غتعطيك هاد اف صغيرة. صافي الشباب، يعني كيفاش اذا اشتقيتي اف كبيره غتعطينا شنو؟ تعطينا اف صغيره، وهذا الشيء كيتحط في الامتحان الوطني. غادي نشوفوا بعض لي زيكزومبل. صافي الشباب، اكزومبل انا عطيتك اف دو اكس هي اللي كتكون معطيك اكزومبل، عطيتك بحال كتساوي لنا 2 اكس، هذه هي اف دو اكس. قلت لك جبت لي الداله الاصليه ديال 2 اكس، انت شنو كتشوف؟ الداله الاصليه يعني الاصل ديالها من نجاز من واحد الاشتقاق. شكون هذا الاشتقاق؟ هذا هو، هذا هو اكس اس اي 2. يعني الداله الاصليه ديال 2 اكس تكون هي الداله الاصليه ديال 2 اكس هي اكس اس اي 2. الداله الاصليه ديال 2 اكس هي اكس اس اي 2. 2 اكس هي اف دو اكس، الداله الاصليه ديالو هي اكس اس اي 2. صافي، الداله الاصليه ديالو هي اكس اس اي 2. سي تري بيان، نتمنى انكم فهمتوا. ماشي حاجه بسيطه بزاف. سي بيان، اشنو كنديروا؟ كنحطوا الداله الاصليه هي اول حاجه، وكنحطوا لي بون عندنا. هاد لي بون هادو هما اعداد. صافي، ا و بي قد يكونوا 0 1 5 2 اكسيتيرا. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اف دو بي اللي كتكون الفوق ناقص اف دو ا. صافي الشباب، هذا هو التكامل، التعريف ديال التكامل. هاكا سيبيان. الو، في الامتحان الوطني كاين جوج حالات، اما كيعطيك تكامل مباشر او باستخدام انتيغراف بار بارتي. يقدر يعطيك تكامل مباشر اكزومبل، يعني نعطيك نشوف الحاله الاولى. الا عطاك تكامل ديال 0 1 اكزومبل ديال 6 دي دو اكس، صافي هذا كيتسمى تكامل مباشر. علاش؟ لان 6 عارفين حنا الداله الاصليه عارفينها، اي حاجه كنعرفوا لها الداله الاصليه ديالها كتسمى تكامل مباشر. صافي، 6 عارفين حنا منجات شي حاجه اشتقينا عطاتنا 6 هي 6 اكس،
6 اكس الا اشتقيناهاش على تعطينا تعطينا 6، يعني الداله الاصليه ديال 6 هي 6 اكس، يعني الداله الاصليه ديالها هي 6 اكس. وكنحطوا لي بون ها واحد صافي صافي الشباب، هي اللي عندنا هنايا في لاغولاسيون الاولى. يعني ا الا كانت عندنا واحد الرقم ابارتيان ا ار مليون 5 0 1 6 اكسيتيرا، فاننا الداله الاصليه ديالو هو 6 اكس صافي. هاد بلوس لاندار بلا نحيدوها نورمالمون بلوس واحد لا كونستانت، يعني المهم انها هاد لا كونستانت هادي كتمشي، لان حنايا كنخدمو بلي بون كنخدمو لانتيغرال، اما نتوما ما كتخدموش البريميتيف. البريميتيف بعد في الباك بعد الباكالوريا ان شاء الله تبقى تخدمو لي زانتيغرال وما فيهمش لي بون، بحال هكا كتسمى البريميتيف. الداله الاصليه دي دو اكس كتسمى الداله الاصليه كتبقى خدامه هذا. دونك هنا ضروري انك تجبد الداله الاصليه وكدير زائد واحد لا كونستانت واحد الثابته سميها لاند زائد واحد لاند صافي، حيت ما كتحطش لي بون، اما حيت كيكونوا لو بيغ ما كديرش زائد لاند صافي الشباب صافي. داكشي علاش كتلقاو في الدرس ديالكم ديالكم زائد لاندا زائد لاندا زائد لاندا زائد لاندا صافي الشباب. هنايا كيقول لكم زائد لاندا واحد لا كونستانت زائد واحد لا كونستانت لاندا 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 صافي. نتوما ما تديوهاش على لاندا، زعما تحط لكم في ان عندكم لي بون كيحطوا لكم هنايا لي بون صافي الشباب. دونك كملوا نكملوا ليكزومبل ديالنا. قلنا انه الا كان عندنا اي عدد 5 6 7 شنو كنديروا؟ الداله الاصليه ديالو كنضربوها في اكس، يعني بحال 6 هي 6 اكس، وكان كانت 7 7 اكس، 8 8 اكس اكسيتيرا. هادشي راه بسيط بزاف الشباب صافي، يعني ضروري اننا ندوزو من هاد المراحل. بالنسبه للناس اللي فاهمين غادي يجيو شويه انه هادشي فاهمين وهادشي بسيط، ولكن ضروري اننا نبداو من الصفر وندخلو بشويه بشويه حتى ندخلو اكزاكتومون المراحل المتقدمه بالنسبه للتكامل صافي. على حسب بالنسبه للناس اللي ما فاهمينش الو، حتى نتوما اللي فاهمين كترسخ عندكم الفكره مزيان الو. كنعوضو دابا اش كنعوضو؟ كنعوضو اف دو بي، يعني كنعوضو اكس باف دو بي يعني بواحد، يعني اكس بواحد يعني 6، 6 في 1 ها هي 6 في 1 نعوضو اكس بواحد صافي. ناقص ونعوض ناقص ونعوضو اف باش ب ا، يعني هاد اكس نعوضو بصفر، يعني صفر اكس يعني 6 صفر صافي. اكس نعوضوها بصفر، يعني شحال تساوي لنا هنايا؟ تساوي لنا هادي مشات لنا صفر، يعني ساوات لنا 6 صافي الشباب. يعني التكامل ديال 6 من صفر لواحد دي دو اكس كيساوي لنا 6، ماشي ضروري انه 6 تعطينا 6، راه على حسب لي بون، حيت درت انا من صفر لواحد هذاك الشيء علاش عطاتنا 6. اما وكان قلت لك صفر لجوج دونك نعوضو، راه هي صفر لجوج، نشوفو اكزومبل لي بون صفر لجوج نعوضو هادي بجوج ها هي جوج، 6 في جوج 12 وهادي كتبقى صفر يعني 12. ها انتوما ماشي تغيرت على حسب لي بون لي عندنا فاش الشباب. الوغ الحالة الأولى سالينا، غادي نشوفو الحالة الثانية. الحالة الثانية وهي كانت عندنا إكس أس أن إكزومبل، نعطيو شي حاجة بسيطة باش تفهموها. دابا أنا قلتلك الدالة الأصلية ديال إكس إكس أس إتنان، الدالة الأصلية ديال هادي من جات من واحد الإشتقاق صافي، شي حاجة اشتقيناها عطاتنا إكس أس إتنان. أول حاجة شنو دير ليها؟ تقول لي اكس اس 3، يعني تزاد لواحد الرقم هنايا ايوا هذا، ولكن الاشتقاق ديال اكس اس 3 راه ما كيساوي لناش اكس اس 2، كيساوي لنا 3 اكس اس 2 صافي، كيساوي لنا 3 اكس اس 2. حنا بغينا لا بغينا يعطينا اكس اس 2، الا زدنا قسمنا هذا على 3 يعني الاشتقاق ديال هذا غادي يبقى مقسوم على هذا، لان هذا ثابت ما كيتاثرش في الاشتقاق كيبقى كما هو، ويعني 3 تمشي مع 3 بقى لنا اكس اس 2. دونك الداله الاصليه ديال اكس اس 2 هي اكس اس 3 على 3، ياك هادي استنتجناها بدائيا، ولكن كاينه قواعد اللي كتطبق باش اننا نستنتجو هما هادو. يعني الا كانت عندنا اكس اس ان بغينا نشوفو الداله الاصليه ديالها من الجات، كنديرو هاد ان هادي كنزيدو لها واحد، وداك الشيء اللي عندنا الفوق كنقسمو عليه شي سامبلومون، بحال اكس اس 2 ها هي اكس اس 2، الداله الاصليه ديالها شكون هي؟ هي هاد جوج هادي كنزيدو لها واحد يعني 3، وداك الشيء اللي عندنا الفوق كنقسمو هنا يعني 3 صافي الشباب. هاكاك نعطيو اكزومبل اخر، اكس اس 7 صافي الشباب، الدالة الاصلية ديالو لا بريميتيف ديالو شكون هو؟ هو اكس، هاد 7 شنو نزيدو لها واحد يعني 8، داك الشيء اللي عندنا الفوق كنقسموه لتحت صافي ساهل. القاعدة الثانية ها هي، دونك بحال القواعد ديال الاشتقاق كتحفظهم
كتضبطهم وكتمشي تضرب لا نوط ديالك. سي بيان غنشوفو لانتيغرال ديالنا حنايا. الوغ نقولو اكزومبل صفر واحد باش نبسطو ديال اكس اس 6 اكزومبل ديال دي 2 اكس. يعني الداله الاصليه ديال هادو الشاب شكون هي؟ هي اكس اس 7 على 7. دونك سي بيان الشباب ديالنا واحد صفر. دونك شحال تساوي لنا؟ نعوضو هذا بواحد يعني واحد على 7 ناقص نعوضوها بصفر يعني صفر على 7 غتمشي لنا صفر يعني تبقى لنا واحد على 7. سي يعني التكامل ديال اكس اس 6 دي 2 اكس من صفر واحد هي واحد على 7 صافي الشباب. سيريا نحاولوا دابا نشوفوا الحاله الثانيه. الوغ شو معايا مزيان. والحاله الثانيه مهمه بزاف لانها كتحط بزاف الامتحان الوطني. انا وصلنا للخاصيه الثالثه. دونك غطفات الكاميرا معليش نكملوا. الخاصيه الثالثه اش كتقول؟ كتقول الا كان عندك لانتيغرال ديال اف بريم فوا اف اس ان فان البريميتيف ديالها الداله الاصليه ديالها شكون هو؟ هو كتهز هاد اف هذا وهاد ار هادي كتزيد لها واحد مقسومه على ار زائد واحد. بسيطه بزاف. ولكن هنا لاحظ معايا هنا خاص تكون عندك الملاحظه. يعني انت تشوف اف وتشوف الاشتقاق ديالها واش كاينه في الدليله كاينه في طبقات لاغولاسيون. دونك كتحفظ. هذا هو كيتسمى انتيغرال مباشر كيعتمد على قوه الملاحظه. انا نعطيك كيفاش انك انت تخدم بحال هاد التعامل. يعني الا عطاك التكامل من واحد ال او ديال ال ان دو اكس على اكس دي دو اكس. اشنو كنلاحظ عندنا ال ان دو اكس؟ ال ان دو اكس هاهي ال ان دو اكس هاهي ال ان دو اكس اللي درنا لها الاشتقاق شحال عطينا؟ واحد على اكس. واحد على اكس واش عندنا؟ عندنا. يعني هادي غتكتب على شكل واحد او ال ان دو اكس فوا واحد على اكس. متفق معايا ولا متفقش؟ هادي فرقناها صافي سي بيان. هادي واحد على اكس شكون هي؟ هي الاشتقاق. ها هي هي الاشتقاق نيس ال ان دو اكس بري. واش حصلنا الخاصيه ديالنا؟ حصلنا ها هي اف بريم هي ال ان دو اكس بريم اف اس ار هي ال ان اس واحد لان ما عندنا والو يعني اس واحد صافي الشباب. دونك هذه التكامل ديالها لا بريميتيف ديالها الداله الاصليه ديالها من او لواحد شكون هو؟ كنهزو له الداله الاصليه وهي ال ان اكس ها هي اس واحد كنزيدو لها جوج كنزيدو لها واحد يعني تولي جوج. ها هي ار كنزيدو لها واحد واحد زائد واحد هي جوج مقسوم على العدد اللي عندنا هنا كنهزو نحطو هنا جوج. احنا حسبنا التكامل. دونك نعوضو دابا غتعطينا ال ان او كاري على جوج ناقص ال ان ديال واحد او كاري على اش على جوج صافي الشباب. هادي ال ان دو واحد غتمشي لنا الصفر غتبقى لنا هادي ال ان دو هادي ال ان مع غتمشي غتبقى جوج جوج على جوج غتساوي لنا واحد صافي الشباب. سيري الوغ كاين يقدر يعطيك بحال هكا هادي يعطيك انها اس 3 ال ان اكس اس 3 نفس الحاجه غير هنايا ار اللي كانت واحد ولات لنا 3 صافي. ها هي ولات لنا 3 صافي. غير هنايا في الداله الاصليه شنو كنهزو؟ كنهزو ار بلس ا يعني 3 زائد 1 يعني شحال تعطيك 4. وداكشي اللي عندنا هنا كنحطوه لتحت صافي وكتعوض وكتحسب. فهمتوا الطريقه؟ يعني خاصك قوه الملاحظه انك كتلاحظ الاشتقاق ديال دا ال ان اشتقاق واحد على اكس اكسيتيرا صافي. الوغ نمحيو. هذا هو كيتسمى تكامل مباشر. مباشر حيت ما يقولكش كامل بالاجزاء كتعرف بلي انه غادي على واحد من هاد الحالات صافي حيت ما يقولك. اما نتوما في البكالوريا اغلب الامتحانات الوطنيه كيقولك بالتكامل بالاجزاء يعني كتخدم هذه الا ما قالهاكش كتخدم هذه صافي صافي الشباب. نشوفوا الخاصيه الرابعه وهي اكثر حضورا في المحاد الوطني هي اف بريم على اف ال ان اف كتساوي لنا ال ان اف. هاكا شوف معايا يعني التكامل ديال اف بريم على اف دي دو اكس كتساوي لنا ال ان ديال القيمه المطلقه ديال اف. قيمه مطلقه علاش؟ لان وسط ال ان خاصو يكون ديما موجب ديما موجب يعني كنديرو قيمه مطلقه داكشي اللي لقينا. نعطيو مثال للشباب باش اننا نضبطو المسائل ديالنا. نعطيو واحد المثال بسيط يعني مثال مباشر والاغلبيه ما كيكونش بحال هكا امثله مباشره ما كيتعطاوش. نقولو اكزومبل ديال اكس بحال هكا 2 اكس على على اكس او كاري زائد واحد
دي دو اكس بحال هذا. اول حاجه شنو كتلاحظ نتايا؟ كتلاحظ ان اكس اس اثنان زائد واحد الاشتقاق ديالو شحال كيساوي؟ جوج اكس. هكاك جوج اكس ها هي الفوق، يعني هذه كتكتب على شكل واحد على صفر جوج اكس الروب بلاصتيها بالاشتقاق ديال اكس اس اثنان زائد واحد بريم على اش؟ على اكس او كاري زائد واحد دي دو اكس. سي بيان. دابا حصلنا على العلاقة ديالنا اف بريم على اف. شكون هي اف؟ هي اكس اس اثنان زائد واحد. يعني هنايا شنو غتساوي لنا؟ هنايا الدالة الأصلية اون ديريكتومون كتحطها الالين نتاع اش نتاع اكس اس اثنان زائد واحد صافي، وتحط لي بون واحد وصفر. تقول لي علاش ما حطيتيش القيمة المطلقة؟ لأن هذه موجبة بلا ما نحطو لها قيمة، لأنها موجبة. هاي إكس أو كاري موجب زائد واحد راه موجب. صافي شباب سي تخي بيان، ركز معايا مزيان وحل معايا ضماك. صافي ألوغ من بعد كتحسبها عادي. صافي ألوغ القدر في الامتحانات الوطنية ما كيعطيكش هاد الجوج، هاد الجوج يحيدك. أنا حيد لك هاد الجوج، حسب لي التكامل ديالك. أجي نتا عادي نفس المراحل، أجي تقول لي عندك ان اكس اس اثنان زائد واحد الاشتقاق ديالها شحال كيساوي؟ جوج اكس. يعني الفوق خاصني نلقى جوج اكس، مشكلة دير اكس. الا كان خاصنا غير عدد جوج ما عندناش مشكلة، يعني نقدروا نضربو هنا في جوج صافي، ونقسمو هذا على جوج صافي. هذا اللي قسمناه على جوج كيخرج، يعني كيجي لهنايا كنخرجو كيجي بحال هكا واحد على جوج. ها هو هاد جوج هذا خرجنا، وبقى لنا هاد الجوج، وبقى لنا جوج جوج اكس. ها هي دابا رجعت لنا معادله. دابا ممكن اننا نطبقوا هاد العلاقه هادي. دونك هادي شحال كتساوي الشباب؟ كتساوي واحد على جوج الداله الاصليه ديال اش من واحد لصفر. الداله الاصليه ديال هادي شكون هي؟ هي اف، هي هادي اكس اس اثنان زائد واحد، او عفوا الين، عفوا الين ديال اكس اس اثنان زائد واحد. صافي يعني الا كان عندنا حنا خاصنا جوج نزيدو جوج ما كاينش مشكل، ولكن الا كان عدد. اما اكزومبل نعطي واحد الاكزومبل بحال هكا شحال من واحد بين الاخطاء الفادحه اللي ما خاصكش ديرها بحال هكا، نقولو بحال هكا عطاك عطاك نقولو عطاك هنايا واحد صافي. انت كتجي كتشوف هاد التحت هذا كتقول اكس اس اثنان زائد واحد الاشتقاق ديالو كيساوي جوج اكس، يعني الفوق خاصني جوج اكس. اشنو كندير اوستاذ؟ كندير جوج اكس الفوق وكنقسم هنا في واحد على جوج اكس. لا هذه خطا، الاكس ما كيخرجش، امبوسيبل يخرج على الانتقال. التكامل ما كيخرج لناش الاكس صافي، الاكس ما كيخرجش من التكامل امبوسيبل. شكون اللي كيخرج من التكامل؟ هو عدد، ها هو الفا. الفا اف دو اكس دي دو اكس كيخرج لنا الفا صافي الشباب. يعني الا كان عندنا التكامل ديال ا على بي، نقولو حنا اكزومبل واحد صفر ديال خمسة عامل اكس اس اثنان زائد ستة، هاد خمسة هذا مضروب على شي دونك دي دو اكس، يعني هاد خمسة نقدرو نخرجو لانه عدد هو خرج. ولكن الا كان عندنا اكس هنايا امبوسيبل اكس تخرجو لهنا، ماشي تجي وتقول لي اكس خرجو هنايا، امبوسيبل تخرج الاكس. دونك كتخرج غير الابارتيان ا اللي كينتمي ل ا. سي بيان. الوغ دابا المرحله الرابعه شرحناها، المرحله الخامسه سي سامبلومون ديال ليكسبونونسيال. اكزومبل الا عطاك بحال هادي فوقاش كتخدم غير لقيتي ليكسبونونسيال. الا عطاك بحال هكا جوج اكس اكسبونونسيال اكس او كاي التكامل ديال هذا واحد صفر اكزومبل دي دو اكس، شنو كتلاحظ؟ كتشوف هذا شكون هذا؟ هذا هو اف، يعني اف عندنا هنايا هو اكس اس اثنان. يعني الا درنا له الاشتقاق اف بريم شحال عندنا؟ جوج اكس. الاشتقاق ديالها جوج اكس. واش هاد اف بريم عندنا هنا؟ ها هي اف بريم. صافي الشباب. دونك يعني التكامل ديال هذا هو اف بريم، ها هو وها هو اف. يعني التكامل ديال هذا اون ديريكتومون هو اكسبونونسيال اف اكسبونونسيال اكس اس اثنان. هذا هو التكامل البريميتيف ديال واحد صفر وكتعوض. صافي الشباب. شي مره ما كيحطلكش جوج، تقول لي انت خاصني جوج، دونك كتحسب انت الاشتقاق خاص، تقول خاص جوج. هنا شنو كدير؟ كتزيد جوج لانه عدد، كتزيد جوج وكتقسمو هنا بحال ما وقع والو. علاش؟ لان هاد جوج كنقدروا ان نتحكم واحد على جوج، تقدر تدخل تقدر تخرج اكسيتيرا صافي. اما كنحتاجنا اكس راه ما نقدروش ان واحد على اكس نتحكموا فيها ندخلوها نخرجوها صافي.
دونك جوج هكا وكنخدموا صافي وكتجي كتساوي واحد على جوج هنا التكامل ديال هذا هو اكسبونسييل اكس او كاري وكدير واحد او صفر. نتمنى انكم فهمتوا كيفاش غنحفظ هاد الحلقات هادو كيفاش غنحفظو ساهل. الوغ شكون اللي عندك جديده هي هذه هي بوحدها هذه هي جديده. اما هاد الاخرين راه غير الاشتقاق. الا جديتي اكسبونسييل اف درتي له الاشتقاق اكسبونسييل ديال الاشتقاق هو اف بريم على اكسبونسييل اف حيت قلنا ان التكامل هو عكس الاشتقاق يعني الداله الاصليه الين اف الا درنا الاشتقاق هو اف بريم على اف سي سامبلون اكس او كاري زائد واحد درنا لها الاشتقاق دونك كنقصوا واحد هنا وكنضربوا دونك غادي تمشي تعطيني هذه دونك نقولوا حنايا نورمالمون كاع هاد الجوج اللي كتحفظ هذه صافي كتحفظوا من هاد جوج علاقات صافي صافي الشباب كاينه علاقه اخرى اللي كتكتب كنجبدوها من هذه دونك حتى هذه كتحط حتى هي في الامتحان الوطني ركز معايا مزيان من هذه كنجبدوها من هذه هو ماشي كيعطيك اف بريم على اف بريم على اف اس ار كيعطيك اف بريم على اف اس ال راه ماشي اف بريم على اف اس ار هي هذه اللي كتساوي ال ان اف اس ار شحال واحد كيديرها صافي كيقولك ان هذه كتساوي صافي القيم البريميتيف ديال يعني الداله الاصليه ديال كتساوي هذه لا صافي راه عندك اس ار هنا الا كان هاد ار هذا كيساوي واحد وي إذا كان R كيخالف واحد يعني هذا خطأ إذا كان R كيساوي واحد صحيح يعني R الحالة الوحيدة باش يكون صحيح هذه إذا كانت R كيساوي واحد صافي الشباب. أما إذا كانت عندنا ما كتساويش واحد وعطاتنا F بريم على F أس R وبغينا نشوفو الدالة لا بريميتيف ديالها يعني الدالة الأصلية ديالها فإن غادي نلقاوها كيساوي هذا نهزو للفوق صافي يعني أش كيساوي هذا كيساوي لنا اف بريم هذا الى نزينا الفوق غيولي اف اس ناقص ار صافي ها هو بحال هذا غير بلاصه ار عطانا ناقص ار يعني ان البريميتيف ديالو راه نفس الحاجه اف هي هنا بلاصه ار اش نديرو موان ار وي زائد واحد على موان ار زائد واحد صافي يعني هذه كتحفظها هذه الا كنتي غير حافظه هذه كتقدر تجبد هذه نعطيو شي مثال نعطيو مثال شوف الشباب شوما هي الا عطيتك مثال بحال قلت لك بحال قلت لك واحد على اكس اس 3 يلا عطيني التكامل ديال هذا من واحد لجوج اكزومبل دي دو اكس صافي الشباب. الوغ اول حاجه شنو كتقول لي كتقول لي ان اكس الاشتقاق ديالها كيساوي واحد يعني هاد اكس هذا الاشتقاق ديالها واحد اشنو كدير راه هاد الاس هذا كتنسى بحال ما كاينش يعني اكس الاشتقاق ديالو كيساوي واحد هاكا يعني هذه شنو كتساوي لنا التكامل ديال جوج واحد هي الاشتقاق ديال اكس ياك نربطيو بواحد على اكس اس اش اس 3 دي دو اكس دونك في هاد الحاله شنو عندنا ها هي اف بريم ها هي وهي اف اس ان نكتبوها هنايا الشباب باش ما نخلطوش اف على اف اس ار ياك شحال كتساوي لنا الداله الاصليه ديالها هي اف موان ار بلس ان على موان ار بلس ان صافي الو وقلنا ان هذه كتساوي لنا هذه دونك كتساوي نقول بحال هكا كتساوي اف بريم على اف موان ار صافي دونك هذه ها هي دونك الداله الاصليه ديالها شحال كتساوي ها هي الداله الاصليه ديالها هي اف موان ار يعني اف شكون هي اف هنا هي اكس ناقص 3 كنزيدو لها واحد مقسومه على ناقص 3 زائد واحد وتحط لي بون هنا جوج واحد يعني شحال كتساوي ناقص 3 زائد واحد يعني ناقص جوج ها هي ناقص جوج ناقص 3 زائد واحد هي ناقص جوج يعني شحال تساوي لنا تساوي لنا الا هبطنا الاكس لتحت غتولي الاس موجبه هاد اكس الا هبطنا لتحت غتولي موجبه غتولي جوج موجبه ياك ناقص جوج معليش نقيسوها هي جوج واحد صافي وتعوض دابا وتشوف دونك غتعوض دابا بجوج وبواحد وغتلقى دونك غنعوضو بجوج دينا واحد جوج دونك هنايا تحسب لانتيغرال العادية عوض هنا بجوج وغتعوض ناقص تعوض بواحد شي سامبل ماشي حاجة بسيطة بزاف الو باش منطولوش صافي نخدمو بعض الموحدات الوطنية الشباب باش منطولوش الو نبداو باول موحد وطني ان شاء الله شوف معايا مزيان الموحد الوطني ديال 2008 نورمال 2008 نورمال 2008
2008 هادي صافي. الوغ شنو عاطينا عليها؟ شو مركز معايا مزيان. 2008 نورمال شنو عاطينا؟ لا ما نبداوش بهذا صافا نشوفو ما في الراس واحد فيه نشوفو عارف فين حطيتو واش حطيت هنايا ها هو الشباب ماشي 2008 نورمال 2008 نورمال نخدمو غير من بعد نبداو ب 2009 لأنه مستقل يعني عطاهم التكامل مستقل فيه جوج نقاط ومستقل صافي يا شباب الوغ غنشوفو 80 الرابع المستقل عاطينا أن عاطيهم هنايا جي جي كتساوي كتساوي ناقص واحد ناقص جوج دونك بلا ما نكتبو جي لأننا منخدموهاش عاطينا اي غنحط لكم التمرين هنا يا شباب باش تعرفوا شنو كنديروا ناقص واحد ناقص جوج ديال اكس عامل على اكس ناقص ثلاثة زائد ثلاثة فوا دي دو اكس. اول سؤال الشباب ياك تحقق خدموه كامل ماشي سامبلومون تحقق ان ياك تحقق ان اكس مقسوم على اكس زائد ثلاثة كيساوي لنا واحد ناقص ثلاثة على اكس زائد ثلاثة. اول حاجة كطيح لك في البال ان هذا السؤال هذا راه ماشي جو عطاوه لك غير هكاك بسيط ساهل في ساعه تخدمه باين انك تخدمه في الاسئله الجايين صافي حيت دوك تحقق باين عارف انك تخدمه في الاسئله الجايين. دونك نبداو من هذه القوه هذه ولا نبداو من هذه القوه هذه؟ حنا نبداو من هذه ديما اللي سهله يعني واحد ناقص 3 على اكس زائد 3 شحال كتساوي يعني نوحدوا المقام تعطينا اكس زائد 3 اكس زائد 3 ياك بلاصه الواحد راه بلاصينا اكس زائد 3 على اكس زائد 3 ناقص دونك هذه تبقى كيف ما كانت اكس زائد 3 دونك حنا وحدنا المقام دونك حنا وحدنا اكس زائد 3 كتعطيك اكس زائد 3 وهذه ناقص 3 3 تمشي مع 3 يعني تعطيك اكس عامل على اكس زائد 3 صافي لما 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 يعني شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ معايا ونكمل شوف معايا مزيان. الوغ حنا التمرين الاول خدمناه تمرين الجوج شوف معايا تمرين الجوج تمرين الجوج هو اي بين ان اي كتساوي واحد ناقص ثلاثة الين دو جوج هاكا بين ان اي كتساوي واحد ناقص ثلاثة الين جوج كي نديرو نبينوها سهلة غنحسبو هاد التكامل هذا ونشوف اش كيساويو هادي دونك عندنا اي اي كتساوي لنا تكامل ديال ناقص واحد جوج ديال اكس على اكس زائد ثلاثة دي دو اكس اول حاجة كيطيح لي في البال كنشوفو التكامل المباشر التكامل المباشر الشباب نديرو اكس زائد 3 الاشتراك ديالها تعطينا واحد دونك واحد واش نقدروا نوصلوه الفوق لا عندنا اكس عندنا مشكله ديال اكس دونك التكامل المباشر امبوسيبل يعني هنايا خصنا نشوفوا واش مكامله بالاجزاء مكاملين بالاجزاء امبوسيبل لان ما عندناش الضرب نقدروا نخدموها ولاش ولكن عندنا واحد الحاجه في السؤال السابق عندنا السؤال السابق الشباب عطينا ان اكس مقسوم على اكس زائد 3 كتساوي لنا واحد ناقص 3 على اكس زائد 1 يعني نقدروا نبلاصيو هذه المعادله بهذه يعني هذا كيساوي لنا التكامل ديال ناقص 1 على 2 ديال 1 ناقص 3 على اكس زائد 3 دي 2 اكس صافي الشباب دونك بحال هادشي كيتحط من بعد البكالوريا ان شاء الله غادي تقرا واحد الحاجه سميتها ديكومبوزيسيون يعني كتشدوا هاد لا فونكسيون هادو كتحولوها لهاد صافي دونك في باش تحسبوا التكامل من بعد البكالوريا ان شاء الله غادي يبقاو ما كيعطوكمش هادي هادي ما كيعطوكمش كيعطيكم تحسبوا بحال هادي انت خاصك تستنتج ان هاد الاف هادي كتساوي هادي باستعمال ديكومبوزيسيون اكسيتيرا دونك ان شاء الله دابا تشوفوا في الباك في الباك ما عندكمش الباك راه كيعطيو لكم هي تحقق وانت من بعد كتخدم غير عادي صافي الشباب دونك هذا شنو عندنا ناقص شو معايا الوغ هنايا ها هي ناقص شو معايا الا كان عندنا التكامل ديال اف زائد ولا ناقص جي كنقدروا اننا نفرقوا حسب الخاصيه الرابعه ياك كنقدروا نفرقوا جي بوحدو اف بوحدو داكشي اللي غنديروا هنايا يعني اي كيساوي لنا نفرقوا يعني التكامل ديال ناقص واحد جوج ديال واحد دي دو اكس ناقص التكامل ديال واحد جوج ديال 3 على اكس زائد 3 دي دو اكس صافي الشباب الوغ دابا نمشيو بشويه علينا التكامل ديال واحد شكون هو هو اكس بيان جوي الناس اللي ضبطت الامور ديالها الخاصيه الاولى ناقص واحد جوج التكامل ديال هذا فاش عندنا مشكل شو ما هي لتحت شنو عندنا عندنا اكس زائد 3 الاشتراك ديالها شحال كيساوي واحد صافي
واش هنايا نقدروا نلقاو واحد نقدروا هاد ثلاثه ديال نحيدوه لانه مالو ثابت هنا كان عندنا اكس في الاول ما قدرناش نحيدو لان اكس امبوسيبل تحيدو ثلاثه نقدروا نحيدو كيفاش نجيبوه لهنا هاو نديروها بالسيلو حمر باش هانتوما هاد واحد هذا هاد ثلاثه تولي واحد حيتو ان ثلاثه تعملها عليها غير الشباب هاد جوج هادي كبرتها هادي راه ناقص جوج ماشي جوج ناقص واحد ناقص جوج صافي سي بيان دابا شنو عندنا ها هي هادي الشرط يعني واحد روبلاسيوها باش بإكس زائد ثلاثة بريم يعني الخاصية شكون الخاصية نطبقو الخاصية الرابعة هنايا يعني هادي شنو كتساوي لنا ناقص الالين نحلو الاقواس الالين ديال اش ديال اكس زائد 3 صافي الشباب ولكن ندير لي القيمه المطلقه ياك وهنا ناقص واحد ناقص جوج هنايا نقدروا اننا نحيدوا القيمه المطلقه لانها موجب نقدروا نحيدوها تقول لي علاش لان الدخل موجب تقول لي لا ماشي موجب راه هاد اكس هذا نقدروا نعوضوه بناقص 4 وناقص 4 زائد 3 تعطينا ناقص 1 الاكس علاش كينتمي اكس كينتمي لهاد لهاد لي بون هاد يعني محصور ما بين ناقص 2 و 3 يعني هاد الكتابه يعني ان اكس كينتمي لاش المجال ناقص 2 ناقص 1 هذا هو المجال كينتمي حتى هي ما تعوض اكس هنا غتكون هادي ديما موجبه لان 3 كبر من هادو كبر من ناقص 2 كبر من 2 كبر من 1 صافي سي بيان الو يعني ان هذه نقدروا نحيدوا القيمه المطلقه كما قلنا نكملوا التمرين ديالنا الحين هذه شنو كنا دايرين اف لا اف ار اي مو ار صافي شحال كتساوي الو الداله الاصليه ديال هذه الشباب غنعوضوا دابا غنعوضوا في الاول بواحد بناقص واحد انتما ناقص واحد ناقص ناقص جوج كنعوضو على الايماج ناقص عاوتاني نعوضو هنايا ال بناقص واحد ناقص واحد زائد ثلاثة ونعوضو عاوتاني بناقص جوج يعني ناقص ال ديال ناقص جوج زائد ثلاثة طيب الشباب دونك نشوفو هنا الناقص مع الناقص تولي زائد ياك جوج ناقص واحد شحال واحد صافي ثلاثة ناقص واحد شحال جوج ثلاثة ناقص جوج واحد إلين ديال واحد شحال صفر يعني شحال بقات لنا هنايا بقات لنا واحد ناقص دونك هاد ثلاثة لي بالحمر نسينا هاديك ثلاثة لي بالحمر أو بالحمر عندو كتبناها بالحمر ونسيناها هاهي ثلاثة غتبقى هنايا دونك بحال هاد الأخطاء هادو كيوقعو ولكن حيت كيعطيك بين كتلقى ماشي هي لي كتعرف لي أنك نسيتي شي حاجة هنا نسينا ثلاثة الناس اللي انتبهوا بيان جوي عليكم اللي انتبهوا اللي عاقوا بها اما الناس اللي ما عاقوش بها راه هذه في المحاذاه تنساو عقلوا عليها يلا سير معايا ها هي اي القيمه شحال كتساوي واحد ناقص ثلاثة الين دو جوج كتبان لكم وهي كتبان الوغ نمحيو هذا الشيء السؤال الاخير وهو باستعمال مكمل الاجزاء باستعمال مكمل الاجزاء نشرحوها بعدا ثم نخدموا هذا السؤال الاخير الشباب الوغ نمحيو هذا الشيء ونكملوا الوغ شو معايا مكمل الاجزاء تبع معايا من اسهل الاشياء اللي غادي تدرسها راه بسيطه بزاف مكمل الاجزاء خاص تحفظ العلاقه ديالها فوقاش كنطبقوها الا كان الضرب ايه الا كان اف في جي هاي الا كان الضرب دو فونكسيون غنديرو اكزومبل غنديرو واحد الامثله الا كان اف 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 في جي يعني داله في داله بحال قلتي الين اكس في اكس هاي لا فونكسيون فونكسيون اشنو كتساوي كدير جي في اف ناقص الانتيغرال ديال اف جي بريم صافي وكتعتبر ان اف هي الاشتقاق ديال هذا الشيء نشوفوه هذه المعادله هذه خاصها تحفظ المشكله ديال الطلبه انهم صعيبه انه تحفظ لك هذه كتنسى كنخدموا هاد لاغولاسيون هذه باش ما ننساوش هذه صافي الشباب اشنو كدير
كدير جي هنايا وكدير قدام الاشتقاق ديالها، كدير اف بريم هنا كدير جي، وهنا كدير اف بريم، هنا كدير اف بريم كدير الداله الاصليه ديالها، الداله الاصليه ديالها صافي. اشنو كدير؟ كدير جي في اف بريم، جي في اف، هي جي في اف، اول مرحله هي جي في اف، هاي جي في اف ناقص الانتيغرال، ناقص الانتيغرال ديال اف جي بريم، عقل عليها هكا طن طن صافي باينه. نعاودوها، جي في اف ناقص الانتيغرال ديال اف جي بريم، اف جي بريم سي تري بيان صافي. الشباب دابا كاين مشكله اخرى، انت حفظتي الغلاصه وحطيتيها، كاين مشكله اخرى وهو كيفاش نختاروا جي و اف بريم. يعني خاصنا نختاروا جي و اف بريم، الا ما عرفناش نختاروا من قلبناهم وما تخرجناش النتيجه، خاص اكزاكتومون نختاروا جي. باش نختاروا جي كنخدموا كلمات البيس صافي الشباب. فيها ارك طونجونت ارك سينوس، راه ما عندكوش في البكالوريا داكشي علاش ما حطيت لكمش. والسي فيها اس عفوا اس فيها سينوس كوسينوس، راه ما حطيتها لكمش صافي. عندنا ال و بي و ال، عندنا ال وهي ال، بي وهي البولينوم يعني حدوديه، ولا كونستانت حدوديه، تقدر تكون بحال هكا اكس اس 2 زائد 1، تقدر تكون عدد واحد ولا خمسه ولا سته ولا زيرو، المهم حدوديه. ياك عارفين حدوديه، الصلاه على النبي، حدوديه. وهنا اكسبونونسيال، هنا كانت الاكسبونونسيال صافي. اشنو كنديرو؟ كنديرو جي هي اللي جات الاولى في هذا، كنسميوها جي. الا كانت عندنا اكزومبل، اكزومبل عندك اكسبونونسيال اكس لين دو اكس، بغيت تحسب له، بغيت تحسب الانتيغرال ديال هذا، خاصك تعرفوا شكون هو جي وشكون هو اف، باش تخدم انتيغرال، باش تخدم التكامل بالاجزاء. كتشوف شكون اللي سابقه هنايا، شكون اللي سابقه الان، يعني هذه هي اللي غادي نسميها جي، وهذه هي اللي غادي نسميها اف. شنو بريم صافي الشباب. اكزومبل اخر نديرو هنايا اكس، لا ميم شوز، شكون اللي سابقه الان، سابقه البولينوم، اكس راه بولينوم يعني حدوديه، يعني هذه نديروها هنايا. الا كانت عندنا اكسبونونسيال بحال هكا، اشنو اللي غادي نديرو؟ شكون اللي غادي يسبق هنايا الشباب؟ هنايا عاوتاني خصها شكون اللي سابق، الحدوديه سابقه البولينوم، يعني هاد الحدوديه هادي هي اللي نسميوها جي، عاد البولينوم، هاد البولينوم عفوا هي الحدوديه نسميوها جي، وهاد ليكسبونونس نسميوها اف بي اكسيتيرا اللي سابقه فيهم صافي. ما عمرك كتخطا وما عمرك ديما التكامل الاجزاء غتخدمو بكل سهوله صافي الشباب صافي. اكزومبل باش تفهمو، حددتو دابا لي زانتيغرال ديال اكس اكسبونونسيال اكس، اكزومبل دي دو اكس صافي الشباب. بحال هادي دابا دونك باش نحسبوها امبوسيبل نخدمو ما يسمى بالطريقه المباشره، لان الطريقه المباشره هنا خاصو يكون عندنا اف بريم، يعني الاشتقاق ديال اف بريم هو واحد، دونك هنا عندنا اكس ماشي واحد صافي. وما يمكنش اننا نخرجو اكس، لان قلنا شكون اللي كيخرج هو الفا ابارتيان ا ار، يعني ارقام يعني 5 6 7. هنايا ما علينا الا نديرو خاصيه ثانيه وهي التكامل بالاجزاء. بالتكامل بالاجزاء خاصنا شكون اللي نسميوه جي وشكون اللي نسميوه اف بري. هاكا هذا هو المشكله، عندنا اكس مالو بولينوم، اكس بولينوم ياك، اكس بولينوم عندنا ان اكس نكتبوها هنايا، اكس مالو بولينوم صافي بولينوم، وعندنا اكسبونونسيال اكس العنصر الثاني وهو ليكسبونونسيال صافي سي بيان. اكسبونونسيال سي تري بيان. شو ما كنشوفو الجمله ديال البيس، كنشوفو شكون اللي سابقه، واش البولينوم ولا ليكسبونونسيال. البولينوم سابقه ليكسبونونسيال، دونك هادي غادي نسميوها جي، ودونك هادي غادي نسميوها اف بريم. الا قلبتيهم ولا شي حاجه، دوك من الصعوبه انك تجبد لانتيغرال، كتخدم البيس باش ما تطوش عليك الحساب. دونك الا قلبتو ما تعاود تلقاه، ما تلقاش النتيجه تعاود تقلبو معاود ثاني، دوك غادي يطوي عليك الحساب. اللهم كتخدم البيس ما عمرك كتلقاها غلطه، ديما كتلقاها صحيحه صافي. يعني اف و جي الخطوات الاولى هو اف و جي حددناهم سي سامبلومون. الخطوه الثانيه كنكتبهم على هذا الشكل، شوف معايا هانتي كدير هكا، جي شكون هو؟ هو اكس، ها هو كتحطو هنا، ها هو جي هو اكس كتحطو قدامو. شكون كتحط؟ كتحط الاشتقاق ديالو، الاشتقاق ديال اكس هو واحد، هادي هي لا ميثود لي كنخدم انا باش مكننساهاش. دونك هنايا اف بريم كتحطو هنايا، هو اكسبونونسيال اكس صافي.
هنايا كتحط لا بريميتيف الداله الاصليه، ها انت اف بريم هذه راه لا بريميتيف الداله الاصليه. الداله ديال الاصليه ديال الاكسبونسييل هي الاكسبونسييل، الداله الاصليه ديال الاكسبونسييل هي الاكسبونسييل. سي بيان، كتجي كتقول له ان هذا الانتيغرال هذا دونك اشنو غادي يساوي لنا حسب الانتيغرال بارك بارتي، يعني التكامل بالاجزاء، كيساوي لنا هذا في هذا، كدير هذا في هذا، يعني كيساوي اكس في الاكسبونسييل اكس. نحاولوا نديروا هنايا من صفر لواحد. صافي الشباب، يعني من الصفر نديرو هكا ونحطو لي بون، هاي من الصفر لواحد، هادي في هادي ناقص لانتيغرال ديال هادي في هادي، ناقص لانتيغرال ديال هادي في هادي، إكسبونسييل إكس فوالا هي إكسبونسييل إكس دي دو إكس، دونك هانت ناقصيها، دونك هاد العلاقة هي لي طبقناها، هي كنديرو هاد التوشي هادي باش معمرنا ننساو، باش مكتنساش، صافي باش تبقى في الضمان، صافي الشباب، دونك نحسبو لانتيغرال، نعوضو. نعوضو بواحد يعطينا واحد اكسبونونسيال واحد ناقص نعوضو عاوتاني بصفر، صفر في هذا تعطينا صفر ناقص الانتيغرال ديال شحال كيساوي هو الاكسبونونسيال اكس صفر واحد قلنا ياك زيرو واحد، دونك نعوضو هنايا نعوضوه بواحد يعني تعطينا واحد ناقص اكسبونونسيال بالصفر. صافي حسبنا الايماج ديال واحد والصفر، دونك شحال هذا عطينا هنايا واحد هي او ناقص صفر، صافي بقات ناقص هادي يعني ناقص او زائد او زيرو، دونك هادي تمشي مع هادي دونك كتبقى لنا او صفر، يعني او صفر شحال كتساوي كتساوي لنا واحد، دونك التكامل هذا كيساوي لنا واحد. صافي الشباب، هذا هو الانتيغرال بار بارتي. نحاولو نشوفو مثال اخر اللي كتحطو في لي زيكزام بزاف، بحال كيحط لك الالين، الالين التكامل ديال الالين، ها التكامل نسهل الالين اكس دي دو اكس، صافي من نقولو من واحد لواحد هذا كيتحط بزاف في الامتحان الوطني. ركز معايا هنا عندنا مشكل، شوف معايا مزيان، الين اكس ما عندناش البريميتيف ديالها في القواعد ديالنا اللي خاصنا نحفظو، صافي دونك اشنو غادي نديرو، يعني التكامل المباشر ما غاديش يصلح، غادي نمشيو للمرحله الثانيه وهي التكامل بار بارتي. التكامل بار بارتي خاصو يكون اف جي، عندنا حنايا غير اف في الراجي، يعني خاصها تكون فونكسيون فونكسيون، كنحاولو نردوها اف جي. كيفاش كنضربوها هادي فاش في واحد، يعني بحال ما درنا بوالو هانتا في واحد، في واحد هاهو في واحد، يعني واحد في الالين اكس كيبقى الين اكس. سي بيان، واحد مالو؟ واحد راه بولينوم، بولينوم حدودية، صافي حدودية، بولينوم هي حدودية، صافي الشباب حدودية. الوغ بما ان واحد حدودية دونك يعني انها دالة كونستونت ثابتة، يعني دالة حدودية. صافي الشباب، يعني ان هذه عندنا بولينوم، عندنا واحد، عندنا حدوديه ياك حدوديه ياك، وعندنا ان عندنا واحد حدوديه، وعندنا ان الين اكس هي الين. صافي الو شكون اللي سابقه؟ سابقه الحدوديه ولا الين؟ الين سابقه الحدوديه، دونك هذه هي اللي نسميوها جي، وهذه هي اللي نسميوها اف بري. ياك الشباب، هادشي على حساب الخاصية ديال البيس، جملة ديال البيس، دونك كنجيو لهنا كيما هذا كنحطو جي هنا، شكون هو جي؟ هو الين اكس، الين اكس، كنحطو الاشتقاق ديالو واحد على اكس، سي بيان الشباب، الوغ كنحطو الحدودية، شكون هي؟ هي واحد، الاف، اشنو كنديرو هنا؟ ماشي الاشتقاق ديالها صغير، لا، كنديرو الدالة الأصلية ديالها، الدالة الأصلية ديالها شكون هي؟ هي اكس، إلا اشتقينا اكس تعطينا واحد، صافي، ها هي المرحلة. كنديرو هادي في هادي، دونك هاد لانتيغرال كيساوي هادي، يعني كيساوي لنا هادي في هادي، يعني كيساوي لنا إكس إلين إكس أو واحد ناقص لانتيغرال ديال واحد أو ديال هادي في هادي، يعني إكس على إكس دي دو إكس، إكس على إكس الشباب كيساوي لنا واحد، سي بيان، يعني التكامل ديال واحد شكون هو الدالة الأصلية ديال واحد؟ هي إكس، يعني هادي تعطينا إكس، التكامل ديالها غتعطينا الشباب إكس. وما نساوش لي بون او اي ا، سي بيان شنو كتساوي لنا؟ نعوضو ب او الين دو او ناقص نعوضو بواحد، واحد الين دو واحد ناقص ما تنساش الاقواس، نعوضو اكس باش ب او ناقص نعوضو باش بواحد، سي بيان، دونك هادي تعطينا صفر لان الين واحد كتعطينا صفر. الين او شحال تعطينا؟ تعطينا واحد، لان عندنا الين او اس ا كيساوي لنا حسب القواعد اللي عندنا، حيت ما يكون عندنا والو يعني راه واحد، حيت ما يكون والو راه واحد يعني تساوي لنا واحد،
يعني هذا تساوي لنا واحد في او يعني تعطينا او صافي الشباب ناقص غنحلوا الاقواس تعطينا او زائد واحد دونك هذه تمشي مع هذه دونك تساوي لنا واحد دونك هذا التكامل هذا كيساوي لنا الشباب واحد صافي الشباب فهمتوا كيفاش الو سي بيان التكامل بالاجزاء من اسهل الاشياء الممكنه صافي راه ممكن انك دير جوج مرات تكامل الاجزاء تخرج لك عاد دير تكامل الاجزاء جوج مرات صافي الشباب الو نحاولوا دابا نخدموا المحادات الوطنيه نحاولوا نكملوا المحاد اللي خدمنا الو المحاد ديال 2009 الدوره نورمال الدوره العاديه الو خدمنا التمرين الاول خدمنا التمرين الجوج دابا شويه صافي دونك اشنو عطينا هنا عطينا جي دونك هاد جي ماكسيمال جي كما عرفتي ثاني هنا ما خدمناش عطينا الين ديال جوج اكس زائد 6 هي في الشباب وعطانا اي كتساوي لنا التكامل ديال ناقص واحد جوج هادي هي اللي خدمنا عليها اكس مقسوم على اكس زائد 3 دي دو اكس صافي الشباب هاكاك السؤال الاول بينا راه خدمنا السؤال الاول بينا ان اكس على اكس زائد 3 كتساوي لنا واحد ناقص 3 على اكس زائد 1 بينا جينا للتمرين الثاني حتى هو خدمنا بينا ان الانتيغرال اي كيساوي واحد ناقص 3 الي ديال جوج هادشي خدمناه دابا غادي نشوفوا السؤال الثالث السؤال الثالث قالك باستعمال مكامله بالاجزاء بين ان جي كتساوي لنا ناقص اي سيبيه اش غادي ندير هادشي هادي غادي نحسبها وخاصنا نلقاها كتساوي لنا الناقص ديال هادشي صافي الشباب الوغ هادشي شوف معايا مزيان اشنو عندنا باستخدام مكامله بالاجزاء يعني غادي نحسبوا جي غنحسبوا هاد التكامل هذا سؤال مطروح عندنا الين ديال جوج اكس زائد 6 او مشكله حنا باش نديرو التكامل بالاجزاء خاصو يكون عندنا الضرب ولكن كما قلت لكم كاين واحد القاعده نقدروا نضربوا هذا فاش في واحد واحد سابع الو واحد شكون هو واحد حدوديه الين شكون اللي سابقه الين ولا واحد ولا كونستانت صافي ثابته نكتبوا هنا حدوديه وثابته صافي الناس اللي باش يضبطوا الامور ديالو صافي شكون اللي سابقه سابقه الين يعني شكون هي جي هي الين يعني هذه جي انايا فرقات الوسخ غنحط انا هذه اللعبه هذه كتحطها فرقات الوسخ باش ما كتنساهاش وصافي غنحطوا جي شكون هي جي قلنا هي الين يعني الين دونك نجي لهنايا نحطها جي هي الين ديال جوج اكس زائد 6 ياك اشنو كنديروا قدامها كنديروا قدامها الاشتقاق ديالها الاشتقاق ديالها هو الاشتقاق ديال الفوق يعطينا جوج ياك الشباب هذه صفر وهذه تعطينا جوج مقسومه على تحت جوج اكس زائد 6 سي تري بيان الوغ غادي نشدو هذاك اف بريم اف بريم شكون هي هو واحد اللي قلنا الداله الاصليه ديال واحد البريميتيف ديالها هي واحد صافي هنا كدير الاشتقاق لتحت كدير العكس ديال الاشتقاق هو الداله الاصليه سيبيا شنو كنديرو كنديرو هدف هذا دونك هادشي دونك هاد الجهات ولي كتساوي لنا هدف هذا ها هو اكس الين ديال جوج اكس زائد 6 ياك لي بون شكون هما واحد ناقص جوج ناقص التكامل ديال هدف هذا يعني جوج في اكس مقسوم على جوج اكس زائد 6 دي دو اكس سيبيا صافي الشباب هنايا هنايا وصلنا واحد المرحله مهمه بزاف المرحله ديال الناس اللي مرتزنا الناس اللي كيلاحظوا ملاحظه خاصك تكون عندك قوه الملاحظه شو معايا هذه راه هي نفسها هي هذه صافي راه هي هذه اللي حسبنا ولقيناها كتساوي واحد ناقص 3 الين دو جوج هذه راه هي هذه اشنو دار يعني ضرب بجوج الفوق وضرب بجوج لتحت صافي شو معايا غنكتبوها باش تفهموا دونك قلنا ان جوج اكس على جوج اكس زائد 6 اش كتساوي الفوق غنعملو بجوج ها هي جوج اكس حنا عملنا صافي هاد جوج جبناها لهنا عملنا بها وغنعملو هنا بجوج ها هي بجوج غنعملو بها صافي اشنو غتعطينا اشنو عملنا بجوج غتعطينا اكس زائد هنا نعملو بجوج ها تعطينا 3 جوج مع جوج غتمشي يعني شنو تبقى لنا اكس على اكس زائد 3 دونك هذه راه هي هذه نفسها ماشي هي اكس على اكس زائد 3 دونك هادشي في المحاد خاصو يكون عندك الملاحظه يعني كتلاحظ كتعرف دونك راه ماشي راه باينه
باينه. دونك هذه باينه خاصك انك انت تكون والف بزاف ديال التمارين وكتخدم بزاف ديال التمارين بوحدك باش انك طلعت بحال هاد اللوقه هذه. صافي سي بيان. هذه عندنا التكامل ديالها عندنا من ناقص جوج واحد شحال كيساوي هو هاد النتيجه هاد. ياك بعدا حسبناها هو هذا. دونك بقى لنا هذا. دونك نشوف معايا جي كتساوي لنا الوغ غنعوضو بواحد. هاهي واحد الين ديال جوج في واحد جوج زائد ستة ياك ناقص غنعوضو بجوج عاوتاني. هاهي نديرو الأقواس ناقص جوج. هنا راه عوضنا بناقص واحد مننساوش. هاهي ناقص واحد هنا ناقص جوج الين ديال ناقص واحد. هنا ناقص واحد عفوا هنا عطينا ناقص عفوا ناقص جوج ومع ناقص هاهي جوج فوا ناقص جوج ياك الشباب زائد ستة صافي. دابا مكنديرو والو دابا راه غير كنعوضو صافي صافي حسبنا هادي. دابا نجيو لهادي ناقص شكون هي هادي هي اي صافي. هادي هي واحد ناقص تلاتة اي هنا هي التكامل ديال هادي هي ناقص اي صافي. الوغ يعني جي شحال كتساوي لنا معرفتش كتبغيكم هاد التحسابة كيبان سي تخي بيان. ناقص واحد يعني ناقص الين ناقص جوج مع هادي يعني ربع ناقص سي بيان. ناقص مع الناقص يعطينا زائد جوج الين هادي مع هادي تعطينا ناقص ربعة. ناقص ربعة زائد ستة يعني جوج يعني جوج دونك ناقص شحال كتساوي. شو معايا عندنا جوج الين نتاع جوج راه كتساوي الين نتاع جوج اس اثنان كتساوي الين ربعة متفق معايا. القاعدة طبقنا هنا القاعدة ديال ان اس الين ديال ا كتساوي لنا الين ديال ا اس ان يعني هاد ان كتجي اس داكشي اللي درنا يعني الين ربعة يعني هادي تساوي لنا الين ربعة. هاي يعني تساوي لنا الين ربعة صافي. الين ضربة تمشي معنا مع الين ضربة شحال تبقى ناقص اي تبقى لنا ناقص اي وداكشي اللي قالك بي صافي بي ان جي كتساوي لنا ناقص اي صافي. الشباب سالي حنا خدمنا الامتحان ديالنا بشكل بسيط جدا غير هنايا حاول انك تكون كتلاحظ يعني بحال هادي تكون لاحظ انك كتساوي هادي لانها واخا كتبان لك دابا انت بسيط انك تنساها ولكن في الامتحان الوطني مع الخلع اكسيتيرا ما تقدر انك تفلت لك تقدر انها تفلت لك. دونك من المزيان انك تحاول انك تضبط الامور ديالك صافي. الشباب حاولوا نخدموا امتحان وطني اخر. الشباب الو نشوفوا امتحان وطني اخر باش نضبطوا المسائل ديالنا. 2013 عاديه 2013 عادية 2013 عادية نورمال صافي. 2013 عادية غنمشيو للسؤال أربعة صافي. السؤال الرابع في الثالث قالك بين بين أن أش قالك بين أن أش اللي كتساوي لنا عطينا هنايا كتساوي لها دوك نجيبو لهنايا أش هي كدالة هادي كتساوي x ناقص واحد x بونسيل x صافي. الشباب دالة أصلية أصلية للدالة x x بونسيل x h صغيرة كتعطيك x x بونسيل x. شي غنحطو لكم هنايا الامتحان الوطني نحطو نحاولو نحطو هنايا باش أنكم تضبطو المسائل ديالكم سهلة أنفهمك أنا بطريقة أخرى. هاي لقيت بين أن AX بين أن AX صافي دالة أصلية لأ دالة أصلية لأ أش ما غادي دير في نظرك عندك جوج إحتمالات. إما أنك كان إحتمال صعيب شوية وهو أنك تحسب تكامل ديال هذا تكامل ديال هذا وتلقاه كيساوي AX هذه الأولى الفرضية الأولى. كاين الفرضية الثانية وهي اللي سهلة وهو أنك تحسب الإشتقاق ديال هذا ويعطيك كتساوي أ صافي. الشباب شي سابلو حنايا ديما نخدمو الإشتقاق لأنه بسيط منخدموش حنا التكامل صافي. الشباب دونك يعني أنا شدة الإشتقاق
غنشد هاد اكس ناقص واحد اكسبونسيال اكس ونحسب لها الاشتقاق وخاصني نلقاها كتساوي اكس اكسبونسيال اكس صافي الشباب اكس اكسبونسيال اكس صافي غنحسبوا الاشتقاق ديالها اش كيساوي كيساوي الاشتقاق ديال اكس ناقص واحد في اكس اكسبونسيال اكس زائد اكس ناقص واحد في الاشتقاق ديال اكسبونسيال اكس درنا الضرب اف جي العلاقه ديالها صافي الشباب يعني كتساوي الاشتقاق ديالها شحال كيساوي واحد فهادي هنا اكسبونسيال اكس زائد اكس ناقص واحد الاشتقاق ديال اكسبونسيال اكس هو نفسه اكسبونسيال اكس كتساوي شحال دونك هنا عندي جوج طرق اما نعمل بالاكسبونسيال اما نشر هادي اللي بغيتي حنا نشرو ما كاين مشكل اكسبونسيال هادي فهادي يعني اكس اكسبونسيال اكس هادي فهادي ناقص اكسبونسيال اكس يعني هادي تمشي مع هادي دونك كتبقى لنا اكس اكسبونسيال اكس اذا الدالة اش ديال اكس اللي كتعطينا اكس ناقص واحد اكسبونسيال اكس دالة اصلية هي الدالة الصغيرة اللي كتقول لها اكس كيمشي لاكس اكسبونسيال اكس شي حاجة بسيطة بزاف صافي الشباب صافي ديما كيعطيك هاد السؤال ديما كيعطيلك كادو كيعطيك وكتخدم به ديما صافي دابا راه عندك واحد الحاجة اشنو عندنا عندنا ان الدالة الاصلية عندنا اكزومبل هذا اف اشنو قلنا اشنو عندنا عندنا ان الدالة الاصلية ديال اكس اكس اكسبونسيال اكس الدالة الاصلية ديالو هي اكس شنو عطينا نكتبو هي ما فهمت ماشي هذا هي اكس ناقص واحد اكسبونسيال اكس صافي الشباب هادي صافي راه عندي في الدماغ دونك نكملو التمرين قالك ثم احسب التكامل ديال واحد صفر ديال اكس اكسبونسيال اكس تي دو اكس هذا راه عاد حسبنا عقلتي وقينا كيساوي واحد غير بعدا حنا ماشي غادي نحسبوه بلانتيغرام بار بارتي لا راه عندنا صافي الداله الاصليه بلا ما نطولو علينا يعني هذا كيساوي اون ديريكتومون كنحطوها على واحد صفر كنحطو له الداله الاصليه ديال هادي هي راه عندنا اكس ناقص واحد راه بينا عندنا في التمرين الاول صافي دونك انت مازال كتحسب الايماج نعوضو باش بواحد يعني واحد ناقص اكس ناقص واحد عفوا يعني صفر اكس بونسي واحد ناقص ناقص نعوضو بصفر صفر ناقص واحد اكس بونسي صفر واحد مع واحد يعني مشات لنا للصفر دونك هادي ناقص واحد مع ناقص واحد يعني واحد فوا اكس بونسي صفر اكس بونسي صفر يعني واحد يعني كتساوي لنا صافي الشباب حنا خدمنا التكامل ديالنا عطانا كيساوي واحد بسيط بزاف دونك حنا خدمنا هذا شحال عطانا عطانا كيساوي سي بيان الو باستعمال مكمل الاجزاء بين ان قالك باستعمال مكمل الاجزاء بين ان واحد صفر ديال اكس او كاري اكسبونسيال اكس دي دو اكس كتساوي لنا اكسبونسيال ناقص جوج مكملة بالأجزاء مكملة بالأجزاء خاصكم تكونوا ضابطيها ياك قلنا المرحلة الأولى وهو كيفاش نختاروا جي ولا اف بريم باش بعد ما أن هاد اكس او كاري مدى حدودية ياك بعدا وعندنا هادي مدى اكسبونونسيال صافي هادي بولينوم وهادي اكسبونونسيال كيسبق البولينوم لاكسبونونسيال البولينوم دونك هادي هي اللي نسميوها جي ياك وهذه اللي نسميوها اف بريم يعني غادي نجيو لهنايا غادي نحطو جي شكون هي هي اكس او كاري غادي نحسبو لها اشتقاق غتعطينا جوج اكس اف بريم هي اكسبونونسيال اكس غنديرو لها البريميتيف ديالها هو الاكسبونونسيال الداله الاصليه ديال الاكسبونونسيال هو الاكسبونونسيال ياك هادشي هادشي راه في الوسط كتحطو باش تعقل غير على هاد البلاصه اللي نسيتيها صافي كدير هذه في هذا دونك كيجيو حنايا في التحرير عندنا كتقول له كتساوي هادي فهادي اكس او كاري اكسبونونسيال اكس وتحط له لي بورن واحد صفر ناقص صافي هادي فهادي ناقص لانتيغرال ديال صفر واحد ديال هادي فهادي يعني جوج اكس اكسبونونسيال اكس دي دو اكس صافي صافي هادي حيد هادي راهي في الوسط كتكتبها علاش كنكتبو هادي باش نعقلو على هادشي ديال اللعيبه دونك انا غنحسبو غنحسبو نعوضو بواحد واحد او كاري يعني واحد واحد في اكسبونونسيال يعني اكسبونونسيال واحد ناقص صفر هي دولة صافي سالينا حسبنا الإيمان ألوغ هنايا شنو هي الجوج مالو هو ألفا ثابت يعني كيخرج هاد الجوج يقدر يخرج لأنه ثابت
ولكن اكس مي امبوسيبل اللي خرج. هنا الحاجه اللي كونستانت اللي ثابته هي اللي يمكن لها انها تخرج. صافي هذه باش كتفكركم قوه الملاحظه. قلت لكم هذا التكامل كامل كيعتمد على قوه الملاحظه. هذه راه حسبنا عطاتنا واحد، يعني تعطينا جوج في التكامل ديال هذا راه واحد اون ديكتون. صافي سي بيان، يعني شحال كتساوي لنا او ناقص واحد يعني او ناقص جوج في واحد يعني ناقص جوج. دونك واش هذه هي؟ هذه هي هذا الشيء اللي قالنا نبينو للبروف ديالنا. سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ السؤال الثاني المساحه، مساحه الحيز ان شاء الله حتى الحصه الجايه الجزء التاسع ان شاء الله غادي نهضروا على المساحه ديال الحيز. الوغ ان شاء الله الحصه الجايه شوفوا اخر مثال بالنسبه للامتحانات الوطنيه ان شاء الله الحصه الجايه ان شاء الله نهضروا على المساحه، ومن هنا اللي غادي نخدموا بعض التمارين بالنسبه للتكامل، ومن هنا نخدموا المساحه اكسيتير. صافي شوف معايا مزيان. الو شوف معايا السؤال الاول 6 هذا الامتحان الوطني 2018 نورمال 2008 عفوا 2008 نورمال 2008 وي 2008 نورمال. شو معايا قال لك بين ان نفس الاسئله بين ان بين ان اكس يعني لا فونكسيون اش نكتبوها اش فونكسيون نديروها بحال هكا اش دو اكس كتساوي لنا اون ديكتوم اكس ال ان دو اكس ناقص اكس. هاد الكتابه اش دو اكس راه هي هاد اش وكدير هكا اكس وكدير هكا، يعني هادي راه كتيكيفالي هاد هاد الكتابه راه كتيكيفالي هاد الكتابه. صافي في المحاضره غادي نكتبوها كتابة اخرى. صافي قالك بين ان هذه داله اصليه لداله اش لداله ال ان دو اكس. صافي قالك بين ان هذه داله اصليه ال ان دو اكس. صافي اشنو غادي نديرو؟ دونك غادي نكتبو ديك اش اكس كتمشي ال ان دو اكس. كتب لكم هنايا معليش هنا راه قلنا الداله الاصليه حنا كتبوها هنايا ديال الاش ديال دا اكس كيمشي ال ان دو اكس. دونك الطابلو صغير داكشي علاش مكافي. دونك هنايا بصح قلنا جوج احتمالات، اما نحسبو التكامل ديال ال ان ويعطينا هذه، ومن نحسبوا الاشتقاق ديال هذه ويعطينا هذه. صافي الشباب البريميتيف حسبوا اما الداله الاصليه ديال ان ان اكس ولقاوها كتساوي هذه، ولا هذه في استعمال التكامل ديال الاجزاء راه تعطينا هذه، ولا نديروا الاشتقاق ديال هذه وتعطينا شكون اللي سهل الاشتقاق. يعني نشدوا اكس ال ان دو اكس ناقص اكس نحسبوا لها الاشتقاق شحال كتساوي الاشتقاق ديال اكس ياك في ال ان دو اكس زائد اكس في الاشتقاق ديال ال ان دو اكس. صافي الشباب ناقص الاشتقاق ديال اكس. هاد القواعد هادو راه ضروري انك تحطهم للبروف. صافي حاول انك تحطهم للبروف هاد القواعد ماشي اون ديريكتوم تحسب التكامل، حطو شنو طبقتي هادي شحال تعطيك واحد في ال ان دو اكس، وكتعاونك انك ما تغلطش في التمرين. اكس الاشتقاق ديال هذا هو واحد على اكس ناقص واحد سبعين، يعني ال ان اكس زائد اكس على اكس غتعطينا واحد ناقص واحد ان ان دو اكس. سي حنا حسبنا الاشتقاق ديال اكس ان دو اكس ناقص اكس عطاتنا ان دو اكس. اذا الداله اش دو اكس اش دو اكس كتبوها هكا داله اش داله اصليه للداله داله اش صغيره. صافي الشباب سهلة هذه بسيطة، نحيدوها نكملو شي بسيط بزاف. الو دابا شنو عندنا؟ عندنا واحد الحاجة مهمة. اشنو عندنا؟ عندنا أن الدالة الأصلية ديال ال ان اكس شكون هي؟ اكس ال ان دو اكس ناقص اكس. صافي الشباب هاكاك دونك رانا عارفين لا 100% غادي نخدموها في الأسئلة أخرين. داكشي علاش كنقول قوة الملاحظة. ثم بين قالك بين أن التكامل ديال واحد أو ديال ال ان اكس دي دو اكس هذا خدم العيان يعني بقيتو عاقل عليه وعطانا كيساوي واحد. الوغ شحال كتساوي هادي؟ غادي نديرو لها انتيغرال بار بارتي عند التكامل ديالها بلاش. ها هي راه عندنا الداله الاصليه ديالها اون ديكتوم نحلوها، يعني الداله الاصليه ال ان دو اكس ناقص اكس نعوضوها هي او واحد، يعني شحال كتساوي نعوضوها ب او او ال ان دو او ناقص او ياك، ونعوضوها بصفر ناقص منساش الاقواس واحد ال ان دو واحد نعوضها بواحد ناقص واحد.
ال ان دو واحد عطينا صفر الشباب الو شحال كتساوي ال ان دو او شحال تعطينا عطينا واحد ال ان دو او وس واحد كتعطينا واحد لان حيت ما يكون والو راه بحال قلتي واحد غتبقى لنا او ناقص او ياك ناقص هادي مشات للزيرو ناقص مع ناقص واحد يعني زائد واحد هادي غتمشي معانا و غنبقى لنا واحد صافي الشباب احنا خدمناها الوغ دابا هادشي كيما الا ضبطتو المسائل اللي قلت لكم كاملين اي تكامل جاكم راه تخدموه بواحد الطريقه بسيطه بزاف صافي سيمي يعني كتطبق على هاد الخاصيات اللي عندك شوف عندك جوج حاجات اما التكامل المباشر هو اللي كتبدا به الاول دونك مي الا ما يمكنش انك تخدم التكامل المباشر بالنسبه لواحد التكامل كتمشي التكامل بالاجزاء التكامل بالاجزاء سامبلومون خاصك تحفظ جوج حاجات كتحفظ هاد العلاقه باش تحفظ هاد العلاقه بستهاكم قلت لكم حفظوا غير هاد العيبه هادي صافي كتسهل ثاني حاجه خاصك تعرف تختار الجي وتختار اف بريم قلت لكم باش نعرفوا نختاروا الجي واف بريم كنخدموا كلمه البيس صافي إذا كانت الإلين مع البولين كنختاروا الإلين إذا كانت الإلين مع الإكسبونونسي كنختاروا الإلين إذا كانت البولين مع الإكسبونونسي كنختاروا البولين البولين يعني حدودية حدودية يعني بحال قلتي واحد إكس أو كاري زائد واحد إكسيتيرا صافي الشباب ألوغ نكملو ألوغ ثم استنتج بهاي باستعمال مكملة بالأجزاء بين أن التكامل ديال أو واحد إلين إلين إكس كتساوي لنا واحد هادي خدمناها دابا اشنو قالك كتحسب التكامل ديال واحد ln دو اكس ln دو اكس اس اتنا دي دو اكس سيري باستعمال مكاملة بالاجزاء باستعمال مكاملة بالاجزاء لاحظ معايا كاين بعض الاخطاء ماشي اخطاء دونك راه تقدر تلقى الحل ديالها ولكن صعيب صافي شكون هو هو انك كيجي كيقول لك مكمله بالاجزاء كيجي كيضرب لك في واحد هنا واحد في هذا لا هنا راه ما عندناش ال ما عندنا ال اكس او كاري يعني هذه كي كتكتب الا خدمتي هكا راه تخرج لك شي نتيجه صافي يعني شنو كتساوي هذه كتساوي التكامل ديال او واحد هاد ال اكس اشنو كتولي كتولي ال اكس فوا ال اكس متفق معايا إلين إكس أو كاري كتساوي إلين إكس فوا إلين إكس دونك دابا هادي نسميوها جي وهي نسميوها إف بريم بما أنهم بحال بحال لي سميتيها جي راه صحيحة لي سميتيها إف بريم راه صحيحة صافي الشباب دونك غادي نجيو لهنايا غنحطو القاعدة ديالنا هاهي غنحطو جي هي هادي إلين دو إكس قدامها الإشياق ديالها واحد على إكس صافي الشباب هاكا هنايا نحطو إلين دو إكس قدامها أش الدالة الأصلية ديالها أتقول لي ملاش نجيبو الدالة الأصلية ديالها من السؤال الأول ها هو عطيك الدالة الأصلية ديالو هو x ln 2x ناقص x صافي الشباب راه عطيهالك أصلا صافي الشباب دونك أشنو غادي نديرو غنديرو هادي في هادي يعني شحال كتساوي هادي كتساوي لنا هادي في هادي يعني ln 2x فوا x ln 2x ناقص x ياك الشباب ناقص لانتيغرال تكامل ديال واحد او ديال هدف هذا يعني اكس الين دو اكس ناقص على اكس ناقص اكس على اكس دونك هاد اكس هادي تقدر تمشي مع هادو يعني شحال تبقى لنا الا اختزلنا باكس تبقى لنا الين دو اكس ناقص واحد لان اختزلنا باكس هنا و اكس هنا دي دو اكس صافي الشباب شي حاجه بسيطه بزاف دونك هنا ما نساوش لي بون شكون هما او اي ان يلاه جي هادي حسب لي دابا الين ديال او نعوضها انت الين دو او عامل على او الين دو او ناقص او فيما شفتي اكس تعوضها باش ب او دابا فيما شفتي اكس نعوضها بواحد الين دو واحد عامل على واحد الين دو واحد ناقص واحد سي بيان ناقص الين دو اكس ناقص اكس عندنا التكامل ديالو دونك غادي نفرقوه نطبقوا لا غولاسيون ديالنا اف بلس جي ولا اف موان جي نقدر انا نفرقوها دونك هاد التكامل هذا نقدر نفرقوه لجوج تكاملات ناقص او ولكن هي هاد الناقص هادي ركز لي معايا ديال لي القوس صافي ها هي ال ان دو اكس بوحدها دي دو اكس ناقص تكامل ديال او واحد ديال واحد دي دو اكس هاي
دابا الا بغينا نحيدو الاقواس شنو غادي يوقع؟ تبدل الاشاره غتولي هذه زائد. داكشي علاش قلت لكم الاقواس نهرونيه. صافي الشباب سابع نكملوا. هذه غتعطينا واحد، هذه واحد، هذه او ناقص او صفر، يعني هذه كامله تمشي للصفر. صافي الشباب هذه عطاتنا واحد، هي كنعوضوها بوحدها. او ناقص او مشات لنا الزيرو، يعني هادشي كامل غيمشي لنا الزيرو، مشى هذا الزيرو يعني عندو واحد كيساوي صفر، يعني هادشي كامل حتى هو مشى للزيرو. صافي بقى لنا غير هادو، يعني كتساوي لنا ناقص التكامل. هاد التكامل هذا خدمتي ولا ما خدمتيش؟ خدمناه. شحال عطانا؟ عطانا واحد. ها هو واحد زائد التكامل ديال واحد تكون هو الدالة الأصلية ديال واحد هو إكس، يعني غنديرو هكا ونديرو إكس إي أن. صافي الشباب شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ناقص واحد. ألوغ غنعوضوه بأو، ها هو منساوش زائد أو ناقص شحال؟ ناقص واحد هكاك، ناقص واحد. دونك شوفو سي بيان، ناقص واحد مع ناقص واحد هي ناقص جوج، يعني غتعطينا او ناقص جوج. دونك شوفو وي وي هي هاديك النتيجة. صافي دونك حنا حسبنا التكامل ديال هذا، عطانا شحال؟ عطانا كيساوي لنا او ناقص جوج. سي بيان. الو سؤال موالي، احسب مساحات الحيز الحصه الجايه ان شاء الله، ونهضروا على المساحات الحيز ان شاء الله. صافي الشباب دونك نتمنى لكم حتى موفق في الدراسه ديالكم. الو كما قلت لكم التكامل راكم دابا ضبطتوا، الا تبعتي معايا المراحل كيفاش اننا كنلقاو التكامل راك ضبطتي التكامل. دابا ما عليك الا انك تمشي تخدم لي التكاملات اللي كاينين في الامتحانات الوطنيه، دقدقهم دابا نيس. كما قلت لكم انه الى فهمتي الكور، فهمتي هادشي اللي قلت لك، ومشيتي نيشان مشيتي خدمتي التمارين، دونك غادي تستغل غير واحد نص ساعه ولا شي حاجه تراجع هادشي كامل ضبطو، غادي يدخل لك للدماغ. ولكن الى مشيتي تعطلتي وقستي واحد بحال واحد 24 ساعه بغيتي تخدم التمارين وتراجع هادشي، ديك نص ساعه اللي كنتي غادي تراجع غتولي لك ساعتين ثلاث سوايع. صافي قستي سيمانه غتقول لك نهار يومين باش انك يتفهم هادشي. صافي الشباب دونك كل ما الوقت طوال كل ما المده ديال المراجعه كتكبر، لان كيتنساو لك بعض الاشياء اللي شرحتهم. ولكن الا شرحت لك الكور دابا ومشيتي خدمتي التمارين دابا وضبطتي داكشي قلت لك دابا، شي سامبلومون راه غادي تضبط كلشي وما غاديش تضيع الوقت. اي سامبلومون غتخدم التمارين في ساعه. الوقت منكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التمارين في تكمله الكور ان شاء الله.